ضياها تحلو الحياة بنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. دائما نسعد بكم ونرحب بمشاركتكم معنا، سواء عبر الرسالة SMS أو عبر المشاركة في موقع الجروب الفيسبوك على أو الجروب على موقع الفيسبوك الخاص بمشاركات برنامج أضواء وأصداء. كذلك نرحب بالمشاركة عبر موقع قناة الخليجية الخليجية.tv، وأيضا نرحب كذلك باتصالاتكم التليفونية. ونبدأ معا ومعكم هذه الحلقة المثيرة بإذن الله والمليئة بالمعلومات التي ترد على كل الشبهات، سواء من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام. نبدأ معكم في هذه الحلقة بالترحيب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوبي. فضيلة الشيخ، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذ، الله يبارك في عمرك ويبارك في الجميع. ربنا يبارك فيك يا رب. وأيضا نرحب بالزميل الأخ الأستاذ محمد حمدي، الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. مشاهدينا، يعني بداية نشكر كل من يعني شاركنا في الحلقة الماضية عندما طرح موضوع ترجمة حلقات أضواء وأصداء إلى اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأجنبية الأخرى. والحقيقة أنا ذكرت في الحلقة السابقة أن هذا الأمر في مقدورنا نحن قناة الخليجية من الناحية الفنية، ولكن ليس في مقدورنا من الناحية المادية. يعني هذا الأمر يحتاج إلى تكلفة كبيرة. الحقيقة يعني فوجئت بالاتصالات الكثيرة ورسائل SMS التي تريد أن تشاركنا في هذا الخير من محب الخير، من الغيورين على الدعوة الإسلامية وعلى الإسلام. ولذلك ننوه في هذه الحلقة، ربما الذين يتابعون معنا على موقع الفيسبوك يعني قد علموا منذ الأمس أننا خصصنا رقم حساب لقناة الخليجية لدعم هذا البرنامج في ترجمته أو ترجمة حلقاته إلى اللغات الأجنبية، ويعني إرساله إلى كل الدول التي نستطيع الوصول إليها بإذن الله، أو حتى إعادة تخصيص حلقات في هذا البرنامج، حلقات معادة تكون مصحوبة بالترجمة بإذن الله. ونطمع في المستقبل بإذن الله أن تكون الترجمة فورية. رقم الحساب يظهر أمام حضراتكم على الشاشة، وهو رقم الحساب 02-30-517-902 على بنك HSBC باسم الحساب باسم شركة البراهين العالمية قناة الخليجية الفضائية. رقم الحساب أكثر من مرة يظهر أمامكم على الشاشة. أيضا كان هناك فكرة، إحدى الأفكار التي يمكن أن تسهم في دعم البرنامج، وهو تنشيط رسائل SMS. ولذلك يعني وافق فضيلة الشيخ محمد الزوبي أن تكون هناك مسابقة في كل حلقة. هذه المسابقة يكون عمرها أسبوع كامل، يبدأ السؤال في الحلقة على الهواء مباشرة وتمتد الإجابات عبر الرسائل SMS، وفي الحلقة التالية نعلن اسم الفائز، والفائز معنا سيفوز بجائزة قيمة جدا. الجائزة هي مجموعة قيمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي، وعليها إهداء شخصي للفائز معنا في حلقة الأسبوع. سؤال حلقة اليوم، يعني هذا أمامكم أيضا على الشاشة، يقول: أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية؟ أيهم أشد خطرا على الأمة الإسلامية، شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو؟ شتائم زكريا بطرس أم فتاوى جمال البنا أم قنابل نتنياهو، أيهم أشد خطرا؟ كما قلنا، ترسل الإجابات عبر الرسالة SMS على قناة الخليجية، والجوائز عبارة عن مجموعة كتب قيمة من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد الزغبي ومن توقيعه شخصيا. تواصلنا معنا إن شاء الله عبر البرنامج. فضيلة الشيخ، مرحبا بحضرتك مرة أخرى. نشكرك على هذه المبادرة لتدعيم البرنامج. على رأسي، الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. الحلقة السابقة كنا نتحدث عن الحجاب في الإسلام، وأوضحنا وبينا أن الحجاب فرض في الإسلام، وهو أيضا موجود في الكتب في الأناجيل المختلفة في العهد القديم والعهد الجديد، وبالأدلة القاطعة بالكتب وبالأدلة التي يعني عرضها لنا الأستاذ محمد، الحجاب موجود، ولكن المنكر هو الغير موجود. هنستكمل جزء في هذا الموضوع ثم نعود إلى نقطة أخرى، فيعني نعقب على بعض القضايا الخاصة بموضوع الحجاب فيما يتعلق بالمقارنة يعني ذكرناها في الحلقة الماضية ما بين أقوال جمال البنا وأقوال زكريا بطرس. وأجب أنا إن شاء الله يعني؟ اتفضل حضرتك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ولقد أتينا بالأدلة الكثيرة طبعا من الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بل أتينا بأدلة كثيرة جدا من خلال العهد القديم، وأتينا أيضا يعني بالأدلة غير القليلة من العهد الجديد.
لكن بضابط أن يفهم المشاهد وأن تفهم المشاهدة أننا نتحدث عن الحجاب. وقلنا بالنسبة للنقاب أن علماءنا اختلفوا فيه، يعني في الإسلام فالجمهور على كشف الوجه والكفين، وأئمتنا على وجوب النقاب. قلت بل إن العهد القديم وإن العهد الجديد تشدد جدا وألزم النقاب بحيث لا يظهر شيء على الإطلاق لا من وجه المرأة ولا حتى من يديه. بل أتيت بالأدلة التي تقول أن المرأة التي تكشف عن جبهتها وتضع عليها علامة فهي تدل على أنها زانية، ودون ذلك فهي المنحرفة والعياذ بالله جل وعلا. إذن أثبتنا أن التشدد في الجانب الآخر عند زكريا بطرس أكثر مما عندنا، بل عندنا الرحمة المطلقة في دين الله جل وعلا. المهم بما أننا أتينا طبعا بدلالات الكتاب المقدس من خلال العهد القديم ومن خلال العهد الجديد، وأتينا بالتفاسير وأتينا بأقوال الآباء، هننتهي بس بسرعة جدا من أقوال بعض الآباء على أساس ما يقالش إن إحنا أتينا بشيء وتركنا شيء. مثلا على سبيل السرعة، الحجاب عند الأب يوحنا ذهب الفم. يقول الأب يوحنا ذهب الفم في تفسير الرسالة الأولى إلى كورنثوس الإصحاح 11 صفحة 76: لا يستلزم على الرجل أن يكشف رأسه دائما بل عندما يصلي فقط. يعني الراجل بالنسبة له مش لازم أن يغطي رأسه على طول، بل أثناء الصلاة فقط يغطي رأسه. الثانية: يجب على المرأة أن تغطي رأسها ليس وقت الصلاة، مش وقت الصلاة بس، ولكن على الدوام تغطي المرأة رأسها على الدوام، على الدوام ما دامت ترى الرجال أو يراها الرجال في الشارع في العمل في أي مكان لا يظهر من رأسها شيء. المرأة لم تستر رأسها اللي هي ما بتقص شعرها عليها بقى أن هي تقص شعرها، يعني المرأة التي لا تغطي رأسها عليها أن تقص شعرها. ومعلوم أن المرأة إذا قصت شعرها فوالعياذ بالله، هذا بالنسبة لمفهومهم هو العار والشنار. الأمر الرابع أنه أمر مستقبح أن تحلق المرأة رأسها، بمعنى أنها حينما تحلق رأسها دائما، ليه قلنا دائما؟ لأن حينما تكشف عن رأسها دائما فهي تحلق رأسها دائما. وفي حالة ما تمضي المرأة في الشارع وأمام الناس وأمام الزوج وفي كل مكان وأمام الأولاد وهي حالقة للرأس في كل شيء، هذا أمر مستقبح جدا لأنها مثل الرجل الأصلع. طيب الأمر الأخير أن عدم غطاء رأس المرأة دائما يكون عارا، يعني طبقا للاعتقاد عند الأب يوحنا ذهب الفم أن المرأة اللي مش مغطية الرأس على الدوام أمرها ده يكون والعياذ بالله عار. وإحنا فاهمين معنى العار، عار يعني المرأة التي تأتي لأهلها بالعار مفهوم معنى العار. طيب الحجاب عند ترتليان قال في كتابه حول حجاب العذارة أمر عجيب هذا الرجل، يقول أنها تلبس الحجاب في الشارع كما تلبسه في الكنيسة. يعني أي امرأة، وأنا بقولها لزكريا اللي بتكلم على الحجاب عندنا وبيتهكم، بقول له أي امرأة بالنسبة لمعتقده هو لدينه هو لما عنده هو إن المرأة عليها أن تلبس الحجاب دائما، ليس أبدا في الكنيسة ولكن في الشارع كما هو في الكنيسة، في الأماكن العامة كما هو في الكنيسة، في العمل كما هو في الكنيسة، لا تكف عن الحجاب إلا أثناء النوم أو أثناء الوجود مع أولادها وزوجها. ليه تلبس الحجاب؟ الأمر هنا يتفق معنا تماما بتمام. الأمر الأولاني قال لك لأجل الملائكة، يعني الملائكة لا تدخل، لأن تعرف الملائكة تستحي، إن الملائكة لا تستحي، هذا أمر كما في الحديث الصحيح، الملائكة تستحي من هذا الأمر، فلا تدخل على المرأة الكاشفة عورتها. ولذلك النقطة الثانية قال حتى لا تفتن الرجال، يبقى عشان أمرين، عشان الملائكة تترحم وكت إلى آخره، وإن كشفت عن شعرها أو خلعت الحجاب الملائكة مش هتدخل عليه. الأمر الثاني فضلا عن عدم دخول الملائكة هي تفتن الرجال في الشوارع، فإحنا بنظرة الأمرين. طيب ولذلك بيقول إيه هنا بالنص الواحد، أن على العذراء أن تلبس الحجاب في الشارع كما في الكنيسة دون فارق، هو اللي بقوله دون فارق. وقال أيضا كما أنها مطالبة بالحجاب من أجل الملائكة فهي كذلك مطالبة به من أجل الرجال حتى لا يفتنوا بها. هي مطالبة هنا وهنا، هنا من أجل الملائكة وهنا برضو عشان ما تفتنش الرجال. ويقول أيضا الإناث الوثنيات في بلاد العرب سيكون الحاكمات عليكن. ليه؟ فهن لا يغطين فقط رأس وإنما يغطين الوجه أيضا، فهن مغطيات بصورة كاملة، بصورة كاملة، حتى إنهن قانعات بعين واحدة غير مغطاة ليتمتعن بنصف الضوء على أن يعرين وجوههن كاملة. الأولى بالأنثى أن ترى غيرها لا أن ترى من غيرها، لا أن ترى من غير، يعني الأولى بالأنثى تبقى حاجة كده بس مجرد للعين عشان تشوف غيرها، إنما غيرها ما يشوفهاش، لأن لو غيرها اطلع عليها هذا أمر غير مرغوب فيه. طيب. عند الاعتقاد بالنسبة لهذا الرجل. طيب قال في مؤلفه الإكليل إن على المرأة أن تتحجب
والمفهوم الحجاب احنا ذكرناه ان على المرأة ان تتحجب لان ذلك يتوافق مع قوانين الله المنحوتة في الطبيعة، معتبرا ان بولس كان في شأن الحجاب يقدم القانون الطبيعي والقانون الكاشف في الطبيعة، فالنواميس الكونية والشرعية تتوافق مع بعضها ولا تتنافر، والتقاؤها في فرض الحجاب على المرأة ظاهر معاين، ظاهر معاين كلا القانونين. طيب عشان ما طولش في هذا الباب هعدي شوية حاجات كثيرة جدا. الحجاب عند قديس الكنيسة أغسطين في رسالته حول العذري حيث أعلن النكير الشديد واللوم والتأنيب على من تلبس حجابا رقيقا. احنا عندنا الحديث كما هو عند الترمذي وعند الإمام أحمد.